السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ فيديو اليوم ان شاء الله راح يكون شيء وايد مميز، شيء انا مشتطلت من زمان، الا وهو اعلان تحدي رن القرائي الثاني. اذا انتم ما عندكم فكره عن تحدي رن القرائي، فالسنه اللي طافت انا بمناسبه الذكرى السنويه حق القناه قررنا نسوي تحدي، واللي هو نقرا فيه كتب مع بعض، والاقبال حق هذاك التحدي بشكل عام كان وايد على قولتهم مثل الصدر، وايد استانس وانا اسوي التحدي. فهذه السنه قررت ايضا اسوي تحدي قرائي ايضا، بس حبيت اضيف اشياء زياده على الموضوع. اوكي، التحدي مال السنه اللي طافت كان الهدف منه ان نستمتع وتغيير الجو، ان نطلع من فتره مثلا كان في فتور يطلع وأشياء. هذا السنة الهدف هذا أيضا موجود، بس راح أضيف عليه اللي هو جوائز. فبهذا الفيديو أنا راح أشرح لكم بالتفصيل عن القواعد والشروط، وعن شنو راح يكون أساسا التحدي، وشلون تدشون السحب، وكل هذه الأشياء. فعشان نطول يلا ندش بالفيديو على طول عشان أقول لكم عنهم. أوكي، أول شيء نبدي بالجائزة أو السحوبات. أول شيء الفائز راح يكون 3 أشخاص، كل شخص راح يأخذ كتب بقيمة 10 دنانير كويتي، وهذه الكتب راح تكون من اختيار الفائز نفسه، يعني مو أنا اختارهم حقكم. فلكم حرية الاختيار أنكم تختارون الكتاب اللي تبونه، وأيضا لكم حرية الاختيار ان تختارون اياه انه يكون كتاب، يعني الكتب يكون كتب انجليزيه او كتب عربيه، لان حسيت ان المتابعين اللي تابعوني اغلبهم يقرون كتب عربيه، بس يمكن ان في ناس تحب بعد اشياء انجليزيه، فان الفائز هو بنفسه راح يختار شنو هم الكتب، سواء يبيهم كانوا كتب عربيه ولا انجليزيه. اوكي، الحين حق الشروط، شلون انتوا تدشون السحب او شلون تدشون عشان تفوزون بهذه الجائزه. اول شيء لازم تكونوا مشتركين بالقناه اللي هو قناه اليوتيوب. ثاني شيء تنزلون بوست على انستغرام او تويتر، واحد منهم مو الاثنين، واحد منهم، وتحطون فيهم الكتب اللي انتو تبون تشتركون فيهم حق هذا التحدي، سواء كصوره تصورون هم الكتب بغلفتهم، سواء لائحه بالعلقاتهم بالاسامي الكتب، فاللي ريحكم. والصوره هذه او البوست او التويتر او واتيفر تحطونها تحت الهاشتاج عشان يسهل علي موضوع ان انا اشوف. اهم شيء عندي بالموضوع ان كل شخص يشترك مره واحده بوست ولا فيديو ولا صوره ولا واتيفر، وما يحط اكثر من بوست. اذا الشخص واحد حط اكثر من بوست هذا راح يقصي من الجائزه للاسف، لان احس راح يصير وايد الموضوع علي صعب اني اطلع الاشخاص، عرفتوا؟ يعني منشور واحد كافي فقط لدخولكم لهذا السحب. والتحدي هذا اساسا مفتوح حق كل العالم، جميع الاعمار، جميع اي لو شخص انتم اي حتى عايشين بالمريخ، عايشين بكوكب بالارض، اي كوكب بالدنيا، اي عالم تبون تشاركون بالتحدي، شاركوا بوست وعلى هاشتاج بس. طبعا الحين كله قلت لكم عن كل الاشياء، وما قلت لكم عن شنو التحدي، شنو راح نقرا، شنو راح نسوي. فالحين صراحه هو اكثر بارت انا اشتطت له، لان البروسس اللي انا قاعد اختار انه شنو الشروط شنو الاشياء كانت وايد ممتعه، وصار فيها وايد برين ستورمينج. انه من السنه اللي طافت قبل ما خلصت تحدي رن القرائي الاول وانا قاعد افكر هاي هذا. اوكي، راح ندش الحين على الاشياء اللي راح نقراها. اول شيء التحدي راح يبدي تاريخ 3/10/2023، وسبب اختيار هذا اليوم لانه هو اليوم الذكرى السنويه حق القناه، وراح يستمر لمده شهر. اي اخر يوم راح يكون 3/11/2023. راح تكون في على قولتهم اشياء معينه ان كتب نختارها من ضمن شروط معينه. اوكي، الحين راح ادش، راح اقول شرط، وراح اعطيكم كتاب كمثال، لان انا كتب اللي الحين ما اخترتهم حق هذا التحدي، وانا بس راح اشارك. طبعا ما راح افوز لانه انا اللي سويته، بس المشاركه اساسيه انا بالنسبه لي. اوكي، فالكتب اللي راح اقراهم بهذا التحدي راح نحطهم بالفلوج، وراح اختارهم بالفلوج، وراح نسوي كل شيء بعدين، بس انا هذا الفيديو موجود عشان اوضح لكم الشروط. اوكي، الشروط هم 12 شرط، بامكانكم توزعونهم على الكتب. ممكن يطلع عندكم 12 كتاب، ممكن يطلع عندكم 5، يمكن تقدرون تلقون 4 كتب يطبقون 12 شرط، فما يهم. وايضا جميع انواع الكتب مقبوله، كتب صوتيه، الكترونيه، ورقيه، اي شيء يريحكم دام يطبق الشرط. اوكي، حق الشرط الاول واللي يقول كتاب فيه غلافه قطه، تقدرون مثلا تختارون اي كتاب فيه قطوه، سواء كانت بالحجم الكبير او الحجم الصغير، او حتى على الطرف، حتى على الزاويه. عندنا مني كتاب Before the Coffee Got Cold، او قبل ان تبرد القهوه. عندنا مني قطوه قاعده عند الكرسي، فيعني هذا الكتاب طبق الشرط بشكل بيرفكت. اذا ما عندكم ببالكم كتب تحوي على قطه، فهذا اقتراح اذا ما قريتوا كتاب قبل ان تبرد القهوه. وراح احط لكم بعد توصيات، هذول بعض الكتب اللي ممكن تقدرون تستخدمونهم بالتحدي. ما ادري اذا اسم في بعضهم كلهم راح يكونوا مناسبين حقكم، فاذا عندكم فكره عنهم اختاروهم، اذا ما عندكم فكره دوروا بالانترنت، واذا ما عجبكم اقتراحاتي بامكانكم تختارون اي شيء من عندكم. ثاني شرط عندنا يقول كتاب جزء من سلسله، ومن هني ما يهم شنو نوع السلسله. انا مني مثلا عندي اختيار جريز، واللي هو الجزء الثاني حق سلسله مانجا، وهو الجزء
هذا مو شرط يكون اول ثاني ثالث اي جزء صراحه، حتى لو جزء اخير من سلسله. هذا الشرط اعتبره انا وايد سهل بما اني انا شخص وايد يقرا سلاسل، حسيت انه راح يكون بيرفكت حق الناس حتى اللي هم يقرون سلاسل سواء فانتزي او خيالي، وممكن يقرون اي سلسله هم يحبونها سواء مانجا، قصه مصوره، قصص اطفال، او هم من كتب غير روائيه. في وايد اشياء موجوده فيها سلاسل. عندنا الشرط الثالث وهو شرطي المفضل اللي يقول كتاب كلاسيكي اقل من 200 صفحه. كان واحد من شروطي واشياء معينة ان كنت احط ادبي كلاسيكي وما ابي انه يكون على قولتهم بشكل عام، فحبيت اشي اخليه وايد قصير واخترت 200 صفحة، لان انا ادري ان الادب الكلاسيكي يتميز انه بعض المرات ان الكتب تكون حيل ضخمة، بس بنفس الوقت ان انا وايد احب اقرا الكتب الصغيرة خصيصا. فهذا الشرط عندي مثال مني كتاب اللي هو Of Mice and Man by John Steinbeck. هذا الشرط احسه وايد سهل انكم تقرون كتب بالادب الكلاسيكي اقل من 200 صفحة لان المجالات واسعة. هذول بعض من اقتراحاتي، بعضهم قريتهم بعضهم ما قريتهم، بس اذا عندكم شيء ببالكم بعد غيره اكتبوا لنا التوصيات منكم. اوكي الشرط الرابع يقول كتاب مترجم من لغه تنوي تعلمها. صراحه يعني هذا الشرط اجين حطيته من تجربتي، لان انا وايد يعني عندي فضول واشياء شيء بخصوص اللغات، واحده من اللغات هي طبعا اليابانيه. فنفس ما تشوفون اجين انا اخترت كتاب اخترته بشرط من قبل، فطبق مني هذا الكتاب بشرطين مع بعض. ومن هني الكتاب هذا مترجم من اليابانيه، فبامكانكم تختارون اي كتاب مترجم، ما يفرق ان الشرط هذا يكون مثلا لغه تبون تتعلمونها، بس انه حتى لو كانت لغة عندكم على قولتهم فضول فيها، فيعني أي كتاب مترجم ينفع بهذا الشرط. الشرط الخامس واللي فيه يقول كتاب تدور أحداثه في دولة مجاورة. وحق هذا التحدي مثال عندي مني اقتراح، واللي هو كتاب شقة الحرية حق غازي عبد الرحمن القصيبي. هذا الشرط شوية يفرق، لأن أي مثلا أنا الحين قاعدة بالكويت، فالمحيط اللي دار مداري عندي دول الخليج، وأي كتاب من دول الخليج يطبق هذا الشرط. بس إذا أنتوا كنتوا مثلا دولة ثانية فتشوفوا على قولتكم الدول اللي عندكم بالحدود أو أشياء كذي، إذا ما لقيت حسيت إنه صعب إنكم تلقون طلعوا شوية من المحيط لما تلقون واحد من الكتب. ما أحس إنه يهم وايد لدرجة، بس أهم شيء على الأقل يكون بنفس القارة، لا تطلعون وايد تروحون يعني قارة ثانية وتقولون هذه دولة مجاورة. فأنا من اللي أعرفه الكتاب هذا تقع أحداثه ما بين البحرين ومصر، فيعني نوعا ما يطبق الشرط أنهم بحرين، أما مصر تعتبر شوية بعيدة عني لأن هي قارة ثانية. إذا أنتم بالخليج راح أحط لكم اقتراحات حق كتب بالخليج، إذا أنتم بدول ثانية حاولوا تلقون أشياء قريبة من عندكم. عندنا الشرط السادس يقول كتاب عمره أكثر من 10 سنوات. وهذا الشرط مرة ثانية راح نستخدم كتاب Of Mice and Men، لأن إذا ما هدرون هذا يعتبر كتاب كلاسيكي، فتقريبا منتشر 1930، فهذا أكثر من 10 سنين، وأنا أقصد من تاريخنا اليوم أكثر من 10 سنين، يعني 2013 وقبل. لا تختارون فوق 2013، يعني 14-15 ما ينحسب، قبلها لما عندكم متى 1800 كيفكم اختاروا الكتاب اللي تبونه، بس أهم شيء يكون قبل 2013. عندنا الشرط السابع يقول في كتاب لكاتب له نفس شهر ميلادك، نفس الشهر مو لازم نفس اليوم. تشوفوني أجين استخدم هذا الكتاب، لأن إذا ما تدرون فالكاتب أنا وياه عندنا نفس الشهر، الكاتب مولود بشهر فبراير وأنا موجودة بشهر فبراير، بس إن الأيام غير، فالخيارات مني وايد وسعة. أنتم ما عرفتوا شلون تعرفون الكاتب متى مولود، لا تروحون تدورون على كاتب كاتب، كتبوا جوجل كتاب أو مثلا author born in مثلا فبراير، author born in ابريل، على حسب أنتم متى شهر ميلادكم. أوكي وصلنا حق الشرط الثامن يقول كتاب تتوقع له 5 من 5. مني أقصد إن كتاب إنكم تتوقعون إذا قريتوه راح يكون واحد من الكتب اللي راح تعطونهم 5 من 5. حرفيا أنا راح أزعل، يعني عندي هذا المثال، حرفيا أنا إذا قريت الكتاب ومعطيت 5 من 5 حدي راح أزعل. بس عندنا كتاب حق أسامة دازاي The Setting Sun. مني صراحة بهذا الشرط ما أقدر أعطيكم اقتراحات لأن هذا الشيء يعتمد عليك. بعدها عندنا شرطي اللي شوية مو مفضل بس حبيت أحطه علشان التنوع، عرفت، لأن حرفيا من زمان ما طبقت هذا الشرط، واللي هو كتاب غير روائي. صراحة أنا كشخص وايد استرجل كتب غير الروائية مرة بعض المرات مو كل مرة، فبس هالمرة حسيت إني مشتطة، لأن عندنا مثلاً مني مثال اللي هو الحب السائل عن هشاشة الروابط الإنسانية، هذا كتاب غير روائي، وأيضاً ممكن يستخدم إنه شرط اللي هو ضمن سلسلة، لأن إذا ما هدرون فهذه تعتبر سلسلة تقريباً مكونة من 5 كتب أو أكثر تتكلم عن أكثر من موضوع، فهذه واحد من الكتب الغير روائية الموجودة عندي، وممكنكم تستخدمون أي كتاب غير روائي من عندكم، وما يهم صراحةً الهجم ولا يهم أساساً إنه شنو موضوعه. الشرط العاشر يقول كتاب تقع أحداثها بمدينة خيالية. وبهذا الشرط من الصج لازم تستخدمون كتاب أحداثها تقع بمدينة مو صجية مو موجودة، يعني لا تستخدمون مثلا شيء أو منطقة أو
مدينة موجودة بكوكب الأرض. مثال وايد راح يكون حلو أي قصة مصورة، أغلبهم عادة بعضهم فيهم مدن خيالية. مثلا مني عندي ثرو ذا مون واللي هو من ضمن سلسلة ذا دراجون برنس. أوكي عندنا الشرط قبل الأخير واللي هو رقم 11، يقول كتاب أطفال قصة مصورة. استخدمت هذا الشرط لأن اكتشفت إن الفترة الأخيرة إن عندي وايد قصص الأطفال، وايد قصص مصورة إني للحين ما قريتهم. عندي مثال مثلا هي رسالة جرو صغير تنفع إني أحطها حق الشرط. عندي إنكم تطبقون عن طريق إن يكون كتاب فيه صور أكثر من الكلام، أوكي؟ لا تحاولون تختارون كتاب أطفال أو كتاب شيء يكون فيه كلام وايد، فحاولوا كثر الإمكان إذا ما لقيتوا يعني، أوكي، بس إذا مثلاً حاولتوا تدورون أكثر، دوروا شيء يكون الكلام فيه شوية والصور يكون أكثر. أوكي عندنا الحين آخر شرط حق هذا التحدي واللي هو يقول كتاب يتمحور حول جريمة، وهذا يمكن واحد من شروطي نقول شوية مفضلة، لأن مني عندنا مثال وايد حلو أي كتاب حق أكاثا كريستي راح ينفع حق هذا الشرط، لأن حرفيا حطيت هذا الشرط لأني أنا أحب أقرأ كتبها. فراح أحط لكم بعض من خياراتي حق هذا الشرط. وموت في السحاب واحد من الكتب اللي شريتها من فترة وللحين ما قريتها، وعندي وايد كتب أساسا تطبق هذا الشرط، بس للحين محتارة عن نفسي شنو أختار بعد أنا. أوكي بكذي قلت لكم عن كل الشروط والأشياء الضرورية المهمة عن هذا التحدي، وأحس راح يكون وايد حلو إذا شاركتوا هذا الموضوع مع ربعكم ناسكم اللي تحبونها، عشان إن كل ما زاد العدد راح يصير أونس. وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار عن هذا التحدي وشي بليز تترددون إنكم تقولون لي عنهم، لأن حسيت حاولت إني أغطي الموضوع أكثر إمكان، وبحاول أنزل فيديو تقريبا قبل التحدي بأسبوع علشان يمدينا كلنا نختار كتبنا وكذي. فقبل أن أخلص الفيديو قولوا لي بالكومنتات إذا مشتاقينكم تشاركون بهذا التحدي، وإذا اخترتوا كتبكم أوريدي وأنتوا قاعد تشوفون الفيديو كتبوا لي شنو هو الكتب اللي راح تختارونها. بس as always thank you for watching، وإن شاء الله تكونوا كلكم مشتركين في التحدي. See you next time إن شاء الله.